أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمي محمد بلوني، طالب علم في القرآن، يعني عمري 38 سنة. يعني تجربتي مع كتاب الله عز وجل، يعني بدأت يعني تجربتي مع القرآن في 30 سنة، وكنت يعني في الكتاب في الصغار ولم أكمل حفظ القرآن. وسأختصر إن شاء الله، يعني درست عند السي رشيد بوحديد يعني في دار القرآن كتاب الله عز وجل، وهو مفتاحي يعني في تجويد القرآن، يعني ودرست وحفظت عنده سورة البقرة. كنت في الأول يعني سورة البقرة يعني كانت تجيني صعيبة، سورة البقرة يعني فاش كملتها تفتحت لي عاوتاني نبغي نمشي لصورة أخرى، آلي عمران، فاش حفظت آلي عمران تنبغي نمشي للنساء، وهكذا وهكذا. وحفظت عند السي رشيد يعني البقرة وسورة آلي عمران، ويعني وانتقل إلى مدينة مراكش، والتحقت يعني بمدرسة أخرى يعني عند في أكدال في مدينة أيت ملول عند السي أحمد أبو رفيع وجزاه الله خيرا، يعني وأنا معه الآن يعني في الختمة الأولى، يعني واشكره من هذا المنبر هو جميع الأساتذة الذي أقرأ عندهم، الذي قرأت عندهم، يعني منهم السي شاهيم، يعني الأستاذ الشي شاهيم عنده الروايات السبع، يعني والسي محمد بوجة، يعني والسي عبد الحليم والسي عباس، يعني الله عز وجل فتح علي يعني في هذا المجال. يعني لا في صغري كنت نقرا في الجامع، يعني وعرفتي ديك الوقت ما كانش التجويد، ما كانش سميتو العصا، يعني نعم استاذ كانت تلاوه جماعيه، لا ليس يعني المبتغى، يعني ماشي قضيه ديال القراءه الجماعيه، كانت يعني ما كانش كان الزيار والدار وسميتو تحبيب التلاوه، وما كانش التجويد، وما كانوش شحال ديال الامور. والان الحمد لله يعني راه كاين الشباب والشابات والطالبات والطالبات والطلبه متقنين والاساتذه متقنين، والحمد لله انا احببت القران يعني بنفسي، لم يحببه لي احد. يعني كنت ادخل الى البيت و يعني اتي بالقران، تنجي بالقران وتنقرا القران، وتنحس براسي انا تنبكي، يعني ما تنبغيش شي واحد يدخل عندي للدار البيت يشوفني تنبكي وانا تنقرا، يعني تتاثر براسي يعني بعض المرات الايات ما تنعرفهمش يعني ديك الوقت اشنو تيعني، ولكن انا الصوت ديالي تاثرني بدوك الايات، وتنتفكر مثلا يعني الجنه والعذاب والمعاصي وكذا، المرتبه ديال سميتو هي هذيك، والتحقت يعني كلام كثير في هذا المجال. التحقت يعني قبل ما نمشي عند السي رشيد اللي ذكرت في دار القران، كنت في الحلقه في محل، والمحل مجاور للمسجد، وفيه طلبه صغار عليا، يعني طلبه صغار والمتوسطين، وتنعيط لواحد الطالب تنشوفه متقن، هو ليس لديه صوت ولا يعني يعرف يعني في التجويد، وتواضع معه وقول يا تنقول لي اجي نعمرو شي براد وريني كيفاش هاد الحرف تقرا وهذه، قلت ليها نقرا وتسمع، هو تيقول لي الصوت ديالك نقرا، تيقول لي الصوت ديالك زوين، وهذه تنقول لي انا بغيت نتعلم التجويد، ديك الساعه ما تنعرف حتى حاجه في التجويد، والان تنتلاقى معاه وتنقول لي راه بصح، تيقول لي لا راه دابا انت تبارك الله، قلت له انا راه يلاه بديت، ماشي تبارك الله الحمد لله، قال لي راه، قلت لي راه انت ما عقلتيش، قلت لي راه منك تعلم شحال ديال الحوايج، قال لي يلاه، قلت لي راه تعلم منك شحال ديال الحوايج وهكذا. والاستاذ ديالو هو قلت ليه حيت المجاور للمسجد، قلت ليه يعني غادي نبدا نجي عندك الاربعه يعني ونبدا نتعلم دائما التجويد النظري، وقال لي جيب السيلو ويعني والدفتر وتنسد المحل يوم الاربعاء، وتنذهب عنده واكتب واتعلم
ومن بعد ذلك يعني التحقت بدار القرآن. يعني أنا الآن يعني مع يعني السي حماد أبو رفيع يعني في الخاتمة الأولى، وجزاهم الله خيرا جميع الأساتذة. يعني الله يعني الحمد لله أقول أنا اصطفاني مع يعني يسر لي جميع يعني بعض الأساتذة، أحمد الله وأشكره. والآن أدرس كذلك يعني في المقرأة عند يعني الشيخ يعني السند العالي الكردي يعني الشيخ شمال، وفي تلك المقرأة يعني أساتذات وأستاذات وشيخات يعني، والحمد لله أقرأ الآن على الإجازة في القراءة إن شاء الله. اللهم يسر وجزاكم الله خيرا. ولكن تعطي الوقت للقرآن 100%. أنا الآن يعني في الجمعية أقرأ وأدرس يعني في الجمعية، الحمد لله جمعية بسيطة يعني ماشي يوسف بن متشافين، يعني ماشي لي في أزرو. لا قلت لي ماشي في أزرو، هذيك عاوتاني راه قريت فيها وحدة أخرى الحمد لله. يعني والإنسان خصو يعني ولاده ولا اللي تسمعني الآن يعني يدخلهم المدارس، يعني يقدر يكون طبيب وأستاذ يعني وحافظ القرآن غينفعوه في الحياة ديالو، بوليسي حافظ القرآن كما المصريين، يعني أستاذ معلم حافظ القرآن. يعني ونطلبوا من الله عز وجل يوفقنا جميعا، باش لأن الشباب دابا تنشوفهم يعني تيبقى في ديك الحال شي تعطى المخدرات، ما كاينش الجمعيات ديال 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 اللي تتحفز لهذا الشيء باش يمشيو سميتو والمعارك يعني في الشوارع، وسميتو هذا يصيب القلب. يعني وتنتمنى من القلب ديالي يعني نجعلنا الله كل شيء من أهل القرآن، يعني القرآن باركات، وتنشكر من هناك كلشي الاساتذه اللي دزت عندهم واللي باقي معاهم، السي ابو رفيع والسي بوحديد السي رشيد والسي شاهيم والسي شاهيم عفوا السي محمد بوكجا كذلك، السي عباس يعني الشيخ شمال، يعني الاساتذه والاساتذات منهم الاساتذه امنا عثمان جزاها الله يعني بزاف، يعني الله يسر لنا. وتنطلبوا من الله عز وجل القرآن يجعله يعني هو الحاجة الوحيدة في حياتنا اليومية. يعني الإنسان يكون خدام وهذه تقول لك أنا ما قدرش، ما يمكنش تنشدو التليفونات مثلا ساعة ساعتين في المكانة وما نديروش يعني التوقيت ديال القرآن، وهو كله بركة. وجزاكم الله خيرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد، حفظكم الرحمن، واشكركم واشكر هذه يعني القناة.